نقدر نقول كده عمل ركن خاص، معرض خاص لكتاب الطفل في داخل المعرض، وده عندي أمل إنه يتطور في الفترة اللي جاية ونقدر نرجع تاني بمعرض كتاب الطفل مرة أخرى. الجديد هو مشاركة الحرف الثقافية البيئية والتقليدية بالإضافة لخيمة أنشطة البادية اللي هتبقى موجودة، يعني في تركيز على الهوية المصرية بكافة جوانبها داخل المعرض، بالإضافة للتوسيع في فكرة التطوع اللي الحقيقة عن طريقها جالنا، اللي نقدر نسميه هدايا كتير للمعرض والجمهور إن شاء الله. دكتور هيثم، اختيار شخصية هذا العام على أي أساس تم اختياره؟ على أساس أنه صلاح عبد الصبور هو شاعر كبير، لأول مرة شاعر شخصية العام، ومثقف كبير أيضا، ولكن النقطة الأهم هي أنه صلاح عبد الصبور بتاريخه بيدينا رؤية لكيف يمكن أن يكون عليه الشاب الفاعل. صلاح عبد الصبور عندما كان شاعرا شابا أثر بكتابته وموقفه النقدي أيضا في تحويل مجرى تاريخ الشعر العربي. ماذا عن اختيار ضيفة هذا المهرجان والمعيار الذي تم الاختيار عليه؟ لا، المعيار، المملكة المغربية لا تحتاج إلى أي معيار لكي تكون حالة في أي فعالية ثقافية عربية. المشهد الثقافي المغربي مشهد قوي جدا، هناك تقارب واضح بين المشهدين وتقاطع بين المشهد الثقافي المصري والمغربي سواء هنا أو هناك، وبالتالي المسألة ليست مسألة معايير، هي مسألة الوجود في الأصل، الوجود الثقافي. شكرا لحضرتك. رسالة الطمأنينة اللي حضرتك تبعتها للجمهور المتخوف من ارتفاع الأسعار؟ إنه عندنا في أسعارنا السنة دي الزيادة النسبية، الزيادة العادية اللي بتبقى مطروحة كل سنة، وعندنا كمان بالإضافة لده عن السنوات السابقة تخفيضات تصل إلى 80% على الكتب الصادرة في الهيئة، بالإضافة لأجنحة الكتب المخفضة أيضا اللي فيها الكتاب بجنيه وب2 جنيه، دي إحنا مثبتينها إن شاء الله.